بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المستوى الرابع، أهلا وسهلا فيكم من جديد. نلتقي اليوم في محاضرة جديدة نموذجية في بداية البيولوجيكال بروبرتيز للإيريدويد مونوتيربينز في مجموعات الدراجز. بنحكي نموذجية، بنحكي برؤية التعريف وكيف ندرسها وكيف ممكن يجي أسئلتها، ومن جميع وجهات النظر هي نموذجية إن شاء الله. بنذكر إذن في البداية في التعريف، لأنه هو رح يكون مظلتنا خلال هذا اليوم. Phytochemistry is branch of pharmacognosy. إذا متطلبات الكوجنوزي من scientific name ومورفولوجيكال، إذا كان عندنا family traditional name أو trade name وtraditional medicine وpart used، تمام؟ هذا كله يتعلق في الفارماكوجنوزي. deal with chemical، نشوف الخواص الكيميائية وكيفية تفكير فيها. and biological، نشوف الخواص البيولوجية in order to obtain the medicament، من خلال آخر شيء اللي هو الحصول على الدواء. نبدأ في مثالنا اليوم هو الهارباغوفايتوم بروكومبنس. إذن بدأت بالساينتفك نيم هارباغوفايتوم بروكومبنس، طب أوتوماتيك من أي عائلة؟ عائلة البدالياسية فاميلي. إذن هي جزئية من مين؟ من البرانش أوف فارماكوجنوزي. نكمل، بدنا ايش كمان؟ part used، وبدنا اذا في عنا morphological، اذا في عنا وقبل ذلك ال traditional name او trade name. هذا الهارباغوفايتوم مشهور باسم devil's claw. devil's claw هذا ال common name، trade name، english name، زي ما بدكم. والarabic name هو مخالب الشيطان، اذا ترجمة حرفية لهذا الاسم. From botanical point of view، وصف بسيط جدا بهمنا في هذا النبات، انه نركز على قضيتين. اولا هو prostrate plant، يعني من النباتات الزاحفة الارضية. والشغلة الثانية انه هو spiny fruit، الفروت تبعه مميز انه ايه شوكي. البارت يوزد في الديفلس كلاو بما انه بروستريت فهو تيوبر، الدرنات الموجودة تحت الارض. بالنسبة للتراديشنال ميديسن، تراديشنال ميديسن في الديفلس كلاو بتقول انه هذا النبات كانوا يستخدموه as anti-inflammatory agent في مختلف انواع الالتهابات، سواء كانت في الجسم بشكل عام خارجي او ايش او داخلي. اذا هذه منظومة برانش اوف فارماكوجنوزي. ننتقل الان للمنظومة الاخرى او الجزء الثاني من تعريف الفايتوكيمستري، ديل وذ كيميكال. وهنا انتبهوا عليها شوي، احنا اليوم لسه في البداية، ما عندناش الا مجموعة واحدة، تمام، اللي هي المونوتيربينويدز. ولكن حتى الفاينل بكون عندنا عدة مجموعات، وبالتالي أول شيء لازم أنا أكتبه أو أنتبه له أو أسجله في النوتس وأنا بدرس، إنه هذا النبات belong to إيش؟ لأي مجموعة. إحنا في داخل المونوتيربينز أساسا في عندنا regular وفي عندنا irregular. ترى الهارباغوفايتوم belong to مين؟ أنا الكيميكال انجريدينس اللي بدي أحكي عنها إيش حكايتها، ريجولر ولا إيريجولر؟ فلازم أكون واضح في هذا الموضوع. فهذا أول كلمة بنحكيها، إنه الهارباغوفايتوم belong to monoterpenes irregular، تحديدا irregular monoterpenoids، تمام. وأول مادة بدي أحكيها لازم تكون belong to monoterpenes، يعني بروح للمين كومباوندز وليس للالترناتيف او للاكومباينينج سبستانس، تمام. اول ماده عندنا اياها هارباغوسايت.
هرباجو سايت. طيب هلأ الهرباجو مفهومة جاية من الهرباجو فايتون، والسايد بتوقع انه يكون في عندي ايش اوزز في الموضوع، وطالما هرباجو سايد اذا هذا جلايكوسايد. طب ما معنى هذا الكلام؟ معناه حاجتين، معلومة فيزيائية ومعلومة بيولوجية. المعلومة الفيزيائية بتقول انه هذا الهرباجوسايد مور سولوبل ان ووتر، والمعلومة البيولوجية بتقول انه هو رابيد ان اكشن. اذا كل ما اسمع انه مركب ما هو اوسايد على طول لازم انا افكر انه هذا مور سولوبل اند رابيد ان اكشن. تمام. المعلومة الثانية الموجودة في الهرباجوسايد انه اكستريملي بيتر، اكستريملي بيتر، وهذه مهمة. ليش مهمة؟ كلمة بيتر معناها في الفايتوكيمستري شيء، اما بتكون هذه المادة belong to حاجة بنسميها بيتر principles، المواد المرة، وهي لها علاقة في الاستومك، لها علاقة في الجاستريك سكريشنز، يعني بتزود تعمل استيميوليشن للجاستريك سكريشن، تعمل استيميوليشن للبايل فانكشن كولاجوج يعني. واما تكون بيتر بمعنى اخر وهو التوكسيك كومباوندز، اللي هي مواد الالكالويدز اللي هي فيها نيتروجين ان ستراكشر، بعرفها من خلال مين؟ النيتروجين. باجي بطلع على الهرباكوسايد، طالما هو اكستريملي بيتر، طب هل هو الكالويد ولا من مجموعة البيتر؟ بطلع على طبيعة الاستراكشر، بطلع على الاستراكشر ما في عندي ولا نيتروجين، إذن هذه أكيد مش إيش؟ مش الكالويد. إذن صفت مين؟ بيتر برينسيبلز. إذن من الآن وأنا لسه ما بدأت في البيولوجيكال، بتوقع إنه هذا الهرباجوسايت مسؤول على stimulation of gastric secretion، ومسؤول على إيش؟ على الكولاجوج properties. طيب في عندنا مواد أخرى موجودة في الهرباجوفايتوم غير الهرباجوسايت؟ موجود عندنا كمان مجموعتين. المجموعة الأولى بنسميها الفينايل إيثانول ديريفاتيفز، فينايل إيثانول ديريفاتيفز، وعندنا الأوليجو سكرايد. الفينايل إيثانول ديريفاتيفز في عندنا مثال مهم جدا جدا هو الفارباجوسايد، فارباجوسايد. والأوليجو ذكرناها، هي شفتوا حتى الفارباجو هو أوسايد، يعني برضو rapid in action more soluble، وهو متأثر أكيد في مجموعة الأوليغوساكرايدز. بيجي سؤال بقول لك discuss briefly about مثلا الفايتوكيميكالز أو الكيميكال كومبوزيشن أو الانجريدينز of هرباجوفايتون أو of ديفيلس كلاو. كيف بدنا نجاوبه؟ أول شيء بقول انه الهرباجوفايتوم او ديفيلس كلاو حسب طبيعة السؤال contains ايش؟ phytochemicals belong to irregular monoterpenes. اذا انا عرفت انه هذا belong to it. تمام؟ which represent اللي هي بتكون او ممثلة بالآتي، واحد ببدأ في مين؟ ببدأ في الهرباجوسايد، ببدأ في الإريدويدز. مش أنا بقول belong to إريدويدز، بنفع أقول belong to إريدويدز وأقول فيها أوليغوسايد ولا فينايل إيثانول؟ ما بيصير. فلازم أبدأ باسم المجموعة الرئيسية اللي ينتمي إليها هذا المركب أو هذا النبات. واضح؟ ببدأ في الهرباجوسايد او ببدا في الاريدويد، بنتقل وراها للفينايل ايثانول، وبنتقل وراها لمين؟ للاوليجو. هيك بكون خلصت من اجابه السؤال. طبعا متفقين من زمان انه
الاستراكشر بتكون للمين؟ للاكتيف انجريديانت، ستراكشر اوف ذا اكتيف انجريديانت اللي هي بدورنا هنا هي الهالباجوسايت. نيجي نشوف البيولوجيكال كاركترز، اذا ندير وذ كيميكال اند بيولوجيكال، ننتقل لجزئيه البيولوجي. نيجي نتطلع في الأول إشي قبل ما نتطلع على ديبلسكلاو، ما معنى بيولوجيكال؟ معناها بدي أتكلم على إفكت، بدي أتكلم على أكشن، بدي أتكلم على إنديكيشن اللي سميناها تارجت بيشنس، بدي أتكلم على كونترا إنديكيشن، بدي أتكلم على سايد إفكت أند بريكوشنز، وبدنا نتكلم على توكسيسيتي، ونتكلم على drugs in pharmacy. إذا كل هدول البنود يتعلقوا أو لهم علاقة في مين؟ في البيولوجيكال كاركترز. السؤال ممكن يجي عام أو ممكن يجي خاص، بمعنى discuss briefly about biological characters of devil's claw. وبرضو بدي أبدأ زي ما بدأت في الكيميكال إنه هذا belong to iridoid مونوتيربينويدز، تمام؟ وبعدين ببدأ بالترتيب، مش برضو يعني أكيد اللي بدي يجي يكتب مثلا هو كونترا إنديكيتد في كذا، وبعدين يروح لأصله الأكشن تبعه كذا والإفكت، بعدين يرجعني للدرجز. زي حياخد درجة زي اللي مكتوب لي إياهم بالترتيب؟ أكيد لا، تمام؟ وبالذات واحنا بنعيش الجو الامتحانات الإلكترونية وكله موجود وكله open book يعني بمعنى آخر، فلازم المحاسبة تكون دقيقة ولازم محاسبة فكرية قبل ما تكون ايش علمية، بدي اشوف فاهم ولا مش فاهم. طيب نيجي اذا نبدأ، اول حاجه بنقول انه احنا لا نزال طبعا الديفلس كلاو ضمن الاريدويدز مونوتيربينز. شو الايفكت تبعه؟ انتي انفلاماتوري ايجنت. اول معلومه انه في عندي توافقيه بين التراديشنال ميديسن والبيولوجيكال اكتيفيتي، هنا تاكدت. مين مسؤول على هذا الانتي انفلاماتوري؟ هو الهرباجوسايد. طب ايش في عندك كمان يا ديفلس كلاو اكشن بروبرتيز؟ في عندي كولاجوب، مين مسؤول عنها؟ برضو مين؟ الهرباجوسايد. مش قلنا هو بيتر، اكستريملي بيتر، اذا هو له علاقه في ستيميليشن اوف جاستريك سكريشن، ستيميليشن اوف بايل سكريشن، وهنا اجى الكولاجوب مع مين؟ مع انكريزنج اوف ابيتايتس اللي هي الشهيه، تمام؟ كل هدول الخواص مسؤول عنهم مين؟ مسؤول عنهم الهرباجوسايد. طيب هذا الإفكت. نيجي نشوف الأكشن. من خواص الأكشن الموجودة في الديفلس كلاو إنه هو نيرو تونيك ونيرو إنفلاماتوري ونيرو ديجينيريتيف. هذا الكلام مهم جدا، انه وكاني بقول انه هذا وين في عندي اعصاب اصابها انفلاميشن بروسيس، وهنذكر امثله هلا، مهم عندي هذا الديفلس كلاو. وين في عندي اعصاب انا بحاجه الى تقويتها، برضو مهم عندي الديفلس كلاو. طب مين مسؤول على هذا الكلام؟ مسؤول عنه البرباكوسايت اللي قلنا في الفينايل إيثانول ديريفاتيفز. طيب وين بلاقي هذا الكلام؟ لأنه أنا حعوز أترجم هذا الكلام في الإنديكيشن بعد شوي. تعال نذكر بعض الأمراض اللي أنا بحاجة لهي قضايا، بحاجة إلى منتج يكون نيروتونيك وبعمل ديجنريتيف أو ريجنريشن يعني للتيشوز ولا النيرف ستراكشر. في عنا حالتين واضحين جدا. الحالة الأولى الناس اللي بيعانوا من التهابات عظام، مشاكل في العظام، بيجيبوا لك فلان عنده غضروف وصوته موصل تاني حارة،
ليش الآلام هذه؟ لأنه فقرات العظام تضغط على بعض، تمام؟ وهذا الضغط بيضغط على نيرف، على عصب، ولما يضغط على عصب طبعا تقوم الدنيا ولا تقوم، آلام شديدة جدا. وطبعا هذا مرة على مرة بصير في عندي تهتك في إيش؟ العصب. إيش يعني تهتك؟ إنفلاميشن. إذن نيرو إنفلاميشن. بيجي الديفل سيكلاو عن طريق الفيرباكوسايد بروح بيعمل نيرو ديجنراتيف، نيرو ريجنريشن، بيعمل إعادة بناء، ونيرو تونيك بدي قوة، قوة تحمل، الاندورانس، الاندورانس قوة التحمل. بالإضافة إنه ديفلس كلاو أنتي فلاماتوري، صح ولا لا؟ إذا بخدمني هنا في اتجاه مكمل لبعض البعض. عندي مثال آخر، نسمع فلان عنده قولون عصبي، تمام؟ هلأ إيش يعني قولون؟ يعني كولايتس، كولايتس يعني إنفلاميشن بروسيس. هلأ ليش صار عصبي؟ لأنه CO2 والغاز هذه عملت سمية أو عملت تهتك في النسيج العصبي. هنشرح إن شاء الله هذا الكلام سنة خامسة. وبالتالي بيجي بيقول لك لا أنا ما عنديش قولون، أنا عندي قولون عصبي، وبتلاقي فعلا هو نيرفس وهو بتحملش حدا. برضو الديفلس كلاو، لأنه أنا في النهاية، في نهاية الأمر أنا عندي inflammation process colitis، وعندي damage لا النير، وهذا nerve tonic. فعاد الهرباكوسايد مع الفيرباكوسايد بيعمل توليفة كتير كتير ممتازة في هذا الموضوع، تمام؟ الآن خلصت الإفكت وخلصت الأكشن، بنتقل لمين؟ للإنديكيشن. الإنديكيشن واضحة ولا مش واضحة؟ بدون ما أدرس، إذا أنا فاهم الإفكت والإنديكيشن مش بكتب التارجت بيشنس. إذن تعالي نعدد، قلنا للديسبيبتيك كومبلينس كل ما يتعلق بجهاز الهضم، من أبيتايتس، من ديسكومفورت، بلوتينج، غازز، مال أبسوربشن، سوء امتصاص، سوء هضم، كل هذا اكيد حينفع، مش هو كولاجو؟ بعد واحد نسمع فلان ولك انا لما اكل اكلات فيها زيوت واكلات فيها يعني دسم شويه بتعب. ايش يعني بتعب؟ يعني البايل ما افرزت كميات مناسبه عشان تهضم هاي الزيوت، وبالتالي هو يحتاج الى كولاجوج، مش الهرباكوسايد قلنا كولاجوج بروبرتيز. بعد ديفلس كلاو بعمل قد ينتج عن هذا الديس اوردر، هذا الديسبيبتيك كومبلينس، قد ينتج عنه جاسترايتس، وصار عندي انفلاميشن اوف ذا ستومك. انا بهمني هذا الكلام، انا عندي انتي انفلاماتوري وكولاجوج في نفس الوقت. وبنسمع برضو انه كل من يعاني من هذه المشاكل، مشاكل الديسبيبتيك كومبلين، بيجيبوا لك انا بديش اكل، انا فاقد الشهيه. فهذا برجع له الشهيه، ستيميوليشن للجاستريك سكريشن. اذا بخدم المنظومه هاي كلها مع بعض. رقم اثنين في الانديكيشن اكيد انتي انفلاماتوري، التراديشنال ميديسين قالت لي، والطب الحديث قال لي انه في عندي الهرباكوسايد هذا انتي انفلاماتوري ايجنت. وطبعا طالما انا عندي برضو الفيرباكوسايد نيروتونيك، فعد باخذ يعني مظاهر انفلاميشن بروسيس من البسيطه اللي هي بتكون اكسترنال، لحديث اللي هو شفنا البون ديس اوردر، وشفنا قصه الكولايتس في حالات الاي بي اس، تمام؟ طبعا في عنا حالات كثير زي الفايبرومالجيا مثلا، هذه كلها تحتاج الى التهاب عصب، فتحتاج طبعا للنيرف تونيك، تحتاج للديفلس كلاو بشكل كثير كويس.
كبريكوشن وسايد افكت لهذا المنتج تخضع للناس اللي عندهم اليرجي من one or more chemical ingredients. زي اي منتج في الدنيا بيجي واحد بيقول لك انا عندي حساسية من المادة الفلانية، قد يكون عنده حساسية من الهربكوسايد. واحد بياكل بيض بيقول لك لا انا باكلش بيض عندي حساسية. في ناس عنده حساسية من السمك، في ناس اذا اكل بيض مع سمك عنده حساسية، في ناس بياكل بيض وسمك بياكل بيطلعش حساسية. في حساسية بالمواقيت، بيقول لك اذا اكلت هذا الاكل بالليل بيطلع لي حساسية، اذا اكلت بالنهار ما بيطلع، وهكذا. من موضوع الالرجي هذا موضوع واسع جدا. اذا الحالات الالرجي موجودة ان تكون حظ هذا المريض يكون عنده allergic to one or more ingredient في هذا النبات. نواتج هذه الالرجي لها مظاهر عدة، اما بتكون بسيطة على هيئة رش، او ممكن تكون متقدمة انه يفقد بعض الحواس زي التيست، ممكن يصير في عنده pain، ممكن يصير عنده الدياريا، ممكن يكون عنده loss of appetite. شوفوا التأثير العكسي، يعني في الانديكيشن قلنا بتزيد الابتايت، بتزيد الشهية. هنا لانه صار معه allergy بعد اختلفت الخواص، بعد عندنا النتائج ايش؟ نتائج عكسية. وهذا كتير بتصير في قصة النتائج العكسية في النباتات. إذن مظاهر الكونترا انديكيشن الآن برضو باخدها من السياق. إيش مظاهر الكونترا انديكيشن الآن؟ أكيد كل واحد عنده أليرجي لهذا الموضوع بقول له إيش؟ ممنوع. كل واحد عنده تحسس عالي من مواد كثيرة، بفترض انه هذه ضمن المواد، فبقول له دير بالك، يعني ابدا بنصف حبه شوف حالك تستقبلها ولا لا، بدل ما ياخذ جرعات كامله. رقم 2 حالات البريجننسي. طبعا حالات البريجننسي في تخضع برضو، بنخاف يكون في اليرجي، بنخاف يكون في عندي انكريزنج للغاز سكريشن درجه عاليه، ويصير في عنا يعني فتح شهية مفرط، وهذا طبعا غير مرحب به. المرأة الحامل في إلها ميزان في الأكل والسعرات وكل شيء، وإلها أرقام بدها تزيدها بشكل منتظم، مثلا طوال فترة الحمل بدها تزيد من 9 إلى 12 كيلو، فلو قلت عن 9 مشكلة، لو زادت عن 12 مشكلة. وبالتالي ما بدي أدخل في متاهة إن الله إنه صار عندها شهية مفرطة، وهي في العادة المرأة الحامل تزيد من شهيتها طبيعة التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في الجسم، تمام؟ وبالتالي ما بدنا مشاكل في هذا الموضوع. طيب هيك بنكون إحنا خلصنا، لكن ما خلصناش بنفس الوقت. ترابط كيف بيجي الأسئلة، أسئلة الكومنتس تحديدا، وهذه مليانة أسئلة كومنتس، لازم ننتبه كيف نجاوب أسئلة الكومنتس. أسئلة الكومنتس إجابتها عكسية، بمعنى أنا باجي أقول والله ليش الكومنت الـ Devil's Cloud consider one of the best treatment for fibromyalgia مثلا، للفيبرومالجيا. طب ليش؟ ما بدخل في ميكانيزم الفيبرومالجيا وانه هذا نيرف انفلاميشن وهذا بيعمل واصله هذا الديفليس كلاو انتي انفلاماتوري ايجنت، وديفليس كلاو هو نيرف تونيك، وعشان هذه لها علاقة بالنيرف فهو بيصير جيد. هذه اجابة خاطئة. انت فسرت الماء بالماء. ما انا بقول لك طالما بحكي لك الفيبرومالجيا فهذا انا عارف انها مشكله اعصاب، فكيف بدك تشرح لي اياها؟ انا ما بقول لك اكسبلين الديزيز، انا بقول لك ليش الديفلس كلاو يعتبر بيست تريتمنت فور
الفيبرومالجيا؟ الجواب يكون لأن الديفلس كلاو يحتوي على مادة اسمها الفيرباكوسايت. خلصنا ده الموضوع، سطر نص سطر، بدوش لا لف ولا دوران. إذا الخلاصة إيش؟ إنه أي سؤال كومنت له علاقة في البيولوجيكال إجابته بدها تكون من وحي الفيتوكيمستري، وأي سؤال فيتوكيميكال بده يكون إجابته مين؟ بده تكون إجابته بيولوجيكال. مثال لما نيجي نقول كومنت برضه ديفلس كلاو مثلا او الهرباجوسايت consider one of the main ingredients او important ingredients in ديفلس كلاو. ليش بنعتبر الهرباجوسايت واحد من اهم المركبات؟ تيجي تقول لي اولا لانه اوسايت، ثانيا هو بيشتغل على اكثر من ليفل، ليفل انفلاميشن. شوف بإجابتك كيف بتصير بيولوجيكال، لانه هو انتي انفلاماتوري، لانه هو كولاجوب، لانه هو بيعمل انكريزنج لمين؟ للغاز اكسكريشن. تمام. اذا اسئله الكومنتس الاجابه بدها تكون عكسيه، بدي انتبه للسؤال اقراه كويس، هل بحكي كيمستري ولا بحكي بيولوجي، عشان اعرف وين اتجه في ايش في الإجابة. واضح؟ هلأ لما يجي سؤال أصعب شوي، نقول والله ديفلس كلاو كومنت برضو كومنت ديفلس كلاو consider one of the famous plants أو one of the great plants in phytotherapy. شوفوا وين؟ in phytotherapy. إذا أنا بقول إنه هذا ديفلس كلاو هو the best في البيولوجيكال، طب ليش؟ لأنه في الإجابة بدها تكون كيمستري، لأنه في عندي ثلاث مكونات. هلا بحكي على الثلاثة، بقول في عندي إيريدويدز، في عندنا الفيرباجوسايد اللي هو الفينايل إيثانول، بحكي على الأوليغوساكرايد، وبحكي على مميزات كل واحدة وأمثلة. فبدي مثال على الجهاز الهضمي، بدي مثال على البونز، بدي مثال اي بي اس، بدي مثال انه هذا مور سولوبل طبعا ورابط ان اكشن، فهذا بديني ايش؟ جريت فاليو ان ثيرابي. تمام. طيب نفس السؤال بدي اشيل ان فايتو ثيرابي واقول ان فايتو كيمستري، ان فايتو كيمستري، وهذا دائما بصير فيه اسئله وغلط. بيجي بقول لك دكتور يعني فايتوكيمستري اخذ الكيميكال والبيولوجيكال؟ هو فكره فايتوكيمستري كعنوان المنهج، وطبعا هذا الفكر غلط. الفايتوكيمستري يعني في الكيمستري، يعني الانجريدينس الثلاثة، هل اذكرهم الان؟ لا بذكرهمش. اجابتي ايش بدها تكون؟ بيولوجيكال. بدي اقول الفاريتي ان ستراكشر ان ذا كيمستري اوف ديفلس كلاو هاف ايش او ترانسفورم تو فاريتي بيولوجيكال بروبرتيز، وببدا اعدد الفاريتي بروبرتيز شو هي، وكل واحدة related to mean في الكيميكال، يعني كل action مين مسؤول عنه. بقول increase of appetites مثلا مسؤول عنه الهرباكوسايد، بقول النيرتونيك مسؤول عنه الفيرباكوسايد، بقول انه النتائج السريعة اللي بحصل عليها مسؤول عنها الأوليغوسايد. تمام. اذا هذه هي المنظومة اللي بدي أدرس فيها، مش بس الديفلس كلاو، أنا أخذت نموذج. طبعا ما راح نقعد نطول في كل دراج بكرة زي هيك، هذا اعتبرته نموذجي، وعلى هيك بدي أدرس باقي مين؟ باقي الدراجز. نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة في الفاليريانا، وحنشوف
هناخد 2 دراجز ان شاء الله في اللقاء القادم، ونعرج بشكل بسيط برضه بهذه الطريقة، وبعدين بتكون الأمور سهلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.